وعملته او اتدربته خلال السنه دي بكل الطرق اللي تقدروا تكسبوا بيها؟ لعبتوا سبورتنج، لعبتوا انديه كثيره جدا، اعتقد في الطبيعي ان انتوا كنتوا او قبل كده يعني كان بيحصل انتوا تتغلبوا من في هذه المباريات. ايه اللي حصل بقى يا نادين علشان، او ايه الفرق، او ايه الجديد؟ والله هو الجديد كان من نهايه السيزون اللي قبليه، كابتن طارق يعني حضر معانا فاينل، جالنا فاينلز الدوري، وكان من وقتها كان عايز يحط بلان للسنه اللي جايه، ان احنا ازاي عايز يعمل فرقه تكون يعني كله كويس، كل اللعيبه زي بعض. كان بيحاول يدور مين بره النادي نرجعه ونعمل صفقات. يعني حبيبه كانت من اللعيبات اللي كانت معاره في نادي الشمس، وقدرنا ان احنا نرجعها، وكانت اضافه كبيره جدا لينا السنه دي. بدأنا من الصيف تركيزنا كان كل الكلام واحد، وكابتن علي تشهد طبعا الكلام ده، ان احنا هناخد ماتش بماتش، واحنا مش عايزين نخسر ولا، يعني التارجت بتاعنا مش ان احنا نكسب بطولات، بس احنا مش عايزين نخسر ولا ماتش يعني طول السيزون.